مشاهدي قناة شوف تيفي، مساء الخير عليكم. اهلا بكم معنا في هذا البث المباشر وما شاء الله العاصمة الإسماعيلية. مكناس ساعة قبل الفطور باش نشوفوا الأجواء كيفاش دايرة، وكذلك ندردشوا الآن أن معنا هدى. هدى هي أول وحدة كتفاعل معنا، وكذلك مهبول ميمتو. الله يخليكم ميمتك. مساء النور عليكم سيدي محمد وياسين أم سفيان. وعليكم السلام محمد محمد، أنت كذلك كريم بدة. مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي جميعا في هذا البث المباشر. أليسيا أليثانديس، أولا أولا أليسيا، كما يستاس ساعة قبل الفطور غادي ندير نقول لكم فيها أوكي ويسلان أليا كيسلا. حنا ماشي في ويسلان، حنا الآن في حمارية وسط المدينة المعروفة بالمدينة الجديدة. حنا غادي نديرو جولة ونشوفو الأجواء كيفاش دايرة. هاد النهار كانت العاصمة الإسماعيلية مشمسة، كانت الحرارة هاد النهار و كل ساعة كل جو وقتو، فحنا العبد ضعيف الله يرحمنا برحمته. إلا جات الحرارة كتغلبنا ولا جا البرد كيغلبنا، فالله يرحم ضعفنا جميعا يا رب العالمين. لان احنا بقينا مستمرين معكم مشاهدي قناة شوف تيفي في جولة مسائية بمختلف شوارع العاصمة الإسماعيلية مكناس. احنا كنا في حمرية طريق دروامدين، ما غنمشيو على الهديم. وعليكم السلام جميعا. هنا الكل اختي شحال محالة اليوم في مكناس؟ شحال محالة اليوم في مكناس؟ كانت عندي ديال الجهة، غادي نلفها بالتليفون الاخر. زيرو حالة تسجلات في مكناس اليوم، لكن نتأكد. حنا غادي نحاول نعطي الإحصائيات ديال جهات فاس مكناس. تحية شوف تيفي لحسن بيلا، تحية ليك سيدي حسن. حنا الآن في طريق ديال الروامدين. بالنسبة للحالات ديال جهات فاس مكناس، كانت مجموع الحالات هي 721 حالة، اللي كيتعالجوا الآن 350 حالة، اللي تشافوا 345 حالة، واللي توفاو 26 حالة. اللي توفى الله يرحمه ويصبر الأهل ديالو ويرزقهم الصبر والسلوان، واللي تشافى على سلامته هنيئا ليه وفرحنا ليه جميعا، واللي تحت العلاج الله يجيب الشفاء من عنده يا الله. الله يشافي ويعافي، والله يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه يا رب العالمين. مولاي يعقوب سبت ستة، نشوف هنايا الحالات الوبائية بجهة فاس مكناس. النسبة المئوية فاس 63%، تازة 8%، 0.2%، إفران 3%، مكناس 16%. هادو هادي النسبة المئوية ديال فيروس كورونا في جهة فاس مكناس. الآن في الوامزيل الدخلة ديال الهديم. هذه الأجواء تحت لي أو هذا شارع الوامزيل الدخلة ديال الهديم، من أكبر الشوارع التجارية في العاصمة الإسماعيلية مكناس. اللي كنا في هذا الوقت ديال شهر رمضان المبارك تلقاوه ممتلئ، أو تلقى فيه واحد رواج كبير البيع والشراء، لكن بسبب هذه الجائحة كنشوفوا أن أصحاب المتاجر ملتزمين بالحجر الصحي في المنازل ديالهم. فتحية اليوم تحية للأسرة المغربية جميعا. حنا دابا في للعودة. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه هي الأجواء الآن. أين هو الحجر الصحي؟ الناس كتحرك. شي دار الله معاك فيما مشيتي، أمين يا رب العالمين. شكرا 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 لكل متتبعي قناة شوف تيفي. كنا في الهديم أيوب جيان، كنا في الهديم ودابا دخلنا على العودة، والآن غنخرجو في
جيت القصر الملكي وغادي ندوزو على ما يبدو ندوزو على هذيك ندوزو على هذيك على سالي سالي لا لا بني من ايه تكلم جيت كارفور يوسف شكرا لك يوسف متابعكم في مدينة مكناس العاصمة مكناس هي العاصمة الإسماعيلية مكناس الحضارة مكناس التاريخ مكناس الأصل مكناس المآثر التاريخية اللي دخلت في اليونسكو اللامادية مكناس وما أدراك ما مكناس طاهرين كتقولي واش نتينا ماشي مكناسية كتقولي الحي وكتقولي مترددة ما مأكداش منه صحيح مازال ما ضبطش الأحياء كاملة هنايا في مكناس لكن تقريبا نسبة ديال 70% اللي وليت كنعرفهم 70% وأحيانا كتولي 50% عندي مؤشر كيطلع ويهبط في الأحياء مرة نولي نعقل مرة لا الله يخلصين طاهرين كيما مونك هنا لينا كتقول سمعت وحشات مكناس توحشات العاصمة الإسماعيلية فمكناس هي بدورها تحشات ناسها تحشات سكانها خاصة اللي كيتواجدوا خارج أرض الوطن أو اللي كيتواجدوا في مختلف مدن المملكة سي شهاب محمد تبارك الله عليك سي شهاب تحية ليك ولكل المغاربة مغاربة العالم اللي كيتواجدوا في الديار الأوروبية أو في العالم بإسرائيل فمغاربة في الممشى تلقاهم في دول الخليج أوروبا آسيا افريقيا يعني في اي دول العالم كتلقاو متواجدين تحيه لي اليوم كانت هذه جوله خفيفه كانت هذه جوله في شوارع العاصمه الاسماعيليه مكناس الساعه قبل الفطور صحيح طاهر يقول لك مرحبا بك في مكناس مكناس ما كاينش بحالها صحيح مكناس الجميل فيها هي كتحس براحة البال وطمئنان ولهنا ما كتعيش داك كما كنقولوا الفزع اللي كيكون في بعض المدن فانا حقيقة معجبة بهذه المدينة وكما كنقولوا مدينة من ضيافة بناتها بسكانها بالاحياء ديالها فما اجمل هذه المدينة ناقصها غير البحر في اطار الدردشة نقصها البحر شوية المصانع ديال الشباب المكناسي القافين يشتغل القافين يتحرك القافين يخدم مكناس رائعة بالجو ديالها بالطبيعة ديالها بالثروات ديالها فهي مدينة الزيتون مدينة الفلاحة لكن درنا بكم مشاهدي قناة شوف تي في دورة خفيفة ظريفة باش نلتحقوا تحنا بالمنازل ديالنا باش نستحقوا المنازل ديالنا هنا كتشوفوا انا وسط المدينه كتعرف اصلاحات على مستوى البنيه التحتيه اللي كتعرفها الطريق ديال شارع الجيش الملكي هنايا كانوا داروا واحد المدار او واحد الرونبوان وتشكوا منها الناس بزاف وحيدوها وقالوا احنا غير كنجربوا يعني تبذير المال العام في اطار تجربه يعني كيجربوا وكاين حتى واحد الرصيف اللي قاطع الطريق اللي ساكنه مكناس اللي كيستعملوا داك الطريق كيتشكوا منها وكنتمنوا حتى هي يشوفوا التجربه ويعرفوا انا ما صدقاش لانه انا كنحاول نوصل الميساج في اطار الدردشه لانه كيف ما قلت كانوا دايرين واحد رون بوان وحيدوها ما صدقاتش حيدوها ودابا واحد الطريق طويل او واحد الرصيف طويل حتى الناس كتشكى منه على ما اظن حتى هو غير حيدوه لانه غير كيجربوا كنضحك انا الهم كيضحك انا كتخسر فلوس كثيره كتبذير المال العام وفاش كتهضر معاهم كيقول لك غير كنجربوا لا يدير لي فيها الخير الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في دمتم بالف خير والى بث مباشر اخر موضوع اخر مكان اخر والى اللقاء بارك الله لكم جميعا